وبالتالي هذه قيد على المكلف انه اذا سقط الدعوه. انا وانا ماشي بجوز واحد مصاب في جلطه ولا حادث سير تروح عليه او صارت حاله وفاه عنده، انا احرمه اذا سقطت دعوته فوق ما سقطت دعوته بده يدفع رسوم، اخليه احرمه من ذا حق. وجوز الناس ينجلطوا عنده 100,000 200,000 اذا سقطت الدعوه احرمه منها. فانا باعتقادي ان الاصل ان يلقى هذا النص. شكرا. المحامي حامل العدالة والأصل يحقق العدالة، أما أن نصفه بالمماطلة والتزويد أنا باعتقادي أرجو حذفها من محاضر الجلسات. المحامي لا يماطل ولا يسوف، يحقق العدالة. الأصل أن يحقق العدالة، إذا كان هناك أشخاص فالاستثناء لا يقاس عليه. شكرا. وعلى درجة عالية الآن بترفعوا بنصف مليار يا معلنا، نصف مليار دينار. ما بصير مدعي العام إلا يكون مدقق ورئيس التدقيق ويمر 5 سنوات و6 سنوات حتى تأهله. وبالتالي أنا هذه إلى خصوصية ضريبة الدخل، محكمة جمارك ما في هذا الشغل. وبالتالي أنا مع ما ورد عن لسان أخوي أبو فيصل أن أكثر، أما ما قاله معالي الوزير أنه انتداب بالقرار، انتداب ما بحق، انتداب بتتبه تحت ولاية سلطة قضائية وبضيعه برئيس النيابات العامة. ليش تربطه بالنيابة العامة؟ وبعدين الرواتب هذه اللي عنده التزامات واللي عنده شكات واللي عنده كذا، بالانتداب لا يتقاضى إلا الراتب، إلا الراتب الأساسي. فأنت أضريت بهذا القطاع. ولذلك أنا باعتقادي الجازم أن الولاية العامة والأفضل والأنسب ويحقق العدالة أن يكون هناك النص، الإبقاء على النص الأصلي. وأتفق مع أبو فيصل في هذا المسألة وأقول أن العدالة تقتضي ذلك. أما أن نفصله ونربط نيابة عامة بعدين أربط نيابة العامة برئيس نيابات العامة، هذا يا أخوان لا يكون يا معلنا إلا في القضايا الجزائية. إذا بدكم القضايا الجزائية افصلوها ما عندي مشكلة، قرار ضمن وما شابه ذلك. أما القضايا الحقوقية الفنية يا معلنا، فنية هذه يعني القاضي حتى في محكمة الضريبة لا يستطيع على الغالب أن يأخذ قراره إلا بعد الاستعانة بالخبراء الفنيين، لأنه قضية فنية أكثر منها قضية قانونية. شكرا. يعني أنا باعتقادي الأمن الاجتماعي مهم جدا في المجتمع، ولذلك قرار رئيس الوزراء والحكومة يعني كان قرار راشد وحكيم وخفف العبء اللي أصدر عفو وسقر وإن شاء الله عقبال العفو الحمد لما أعفى الغرامات. وهذه نقطة تركت معاليك ارتياح كبير بالشارع لدى كل الفئات فرد والشركات. لكن واجهنا في مشكلة في تطبيق القانون وتنفيذه. الآن الإعفاء اللي شمل هذه القطاعات الكبيرة ولقت ارتياح كبير مقدر ومثمن عاليا، لكن أشخاص راحوا على ضريبة الدخل اللي ما عليهم ضريبة ما في ألزموهم بدفع غرامات. فأنا ما عنديش ضريبة، أنت شملتني بغرامة. قال لا، ضريبة الدخل راجعت وهي مدير موجود إنه ما بيطلع لكم، لأنه ما النص جاء عن عليه غرامات. أما ما عليه غرامات يعاقب إنه يفرض عليه غرامة. فأنا برجو يعني من خلال معاليك رئيس الوزراء أن يصدر أوامره بشمول هؤلاء الأشخاص اللي ما عليهم ضريبة أيضا يشملهم الإعفاء. وشكرا.